في الكورس التأسيسي لقواعد اللغة التركية المستوى الأول سنتعرف معا وبطريقة مبتكرة ولمدة ساعة واحدة فقط يوميا كل قواعد اللغة التركية ومفرداتها للمستوى الأول. تابع هذا الفيديو لتعرف أكثر. هذا الكورس مناسب جدا للراغبين بتأسيس أنفسهم باللغة التركية من الصفر والانتهاء من هذا المستوى خلال فترة زمنية قصيرة بمعدل ساعة واحدة يوميا فقط. يتألف الكورس التأسيسي لقواعد اللغة التركية المستوى الأول من 20 درس مسجل بالصوت والصورة وبتقنيات تصوير احترافية. يتم خلال هذه الساعة شرح قاعدة من قواعد اللغة التركية، وبعدها يتم الانتقال إلى قسم المفردات والجمل. طبعا مفردات كتيرة وجمل كتيرة، بنساعد الطالب من خلالها على حفظ وتكرار الجمل والكلمات، ومنعلمه طريقة تشكيل جمل مماثلة كتطبيق مباشر على القاعدة. في القسم الثالث من كل درس توجد مساحة خاصة بالاستماع. مساحة خاصة بشو؟ بالاستماع أو الدلمة، شو فائدة الاستماع؟ تقوية الطالب على فهم اللغة صوتيا ولكي تتعود أذن المتعلم على اللغة التركية. أما رسوم هذا الكورس فهي مفاجأة للجميع. لمعرفة الرسوم وباقي التفاصيل والاطلاع على الدرس الأول من دروس هذا الكورس مجانا قم بزيارة الرابط المرفق في وصف الفيديو.